شنو طاح؟ واه يا هول بينك طاح يا برو. يلا لانتي ترى. بينك طايح. ثانكس دوت نت جيمرز كوميونيتي. اهلا وسهلا مرحبا بكم، معكم فرات حميده او ميكرو. اليوم نهار السبت 27 ابريل 2024. انتم تابعوا في البينك طايح على ام تي اش ميديا تالنت هاب على اي اف ام احلى راديو. هذا اول برنامج اعلامي تونسي يهتم خصيصا بالجيمنج بالاي سبورتس وديفلوبمون دو فيديو في تونس. موعدنا ان شاء الله كل نهار سبت لقيت هذا من 10 حتى كشي النص الليل. برشا جو سسبانس يستنى فيكم مع التشكيله اللي حاضره معنا اليوم. ذكر اللي تنجموا تابعونا لايف ستريمينغ على الباج فيسبوك نتاعنا راديو اف ام، كيف كيف على الباج فيسبوك ام تي اش ميديا تالنت هاب. تلقاونا زيدا 24 ساعه على 24 على اف ام تي في على يوتيوب. ليميسيون هذه مجعوله باش تلم الكوميونيتي تاع الجيمرز على نيوز الاكتواليتي والانترتينمنت زيدا كل جمعه تيم جديد وضيوف جدد يرافقونا لمده ساعتين من زمان. هير انا وريلز في البينك طايح. انتم تسمعوا في البينك طايح مع فرة حميدة على اي اف ام و ام تي اش سبورتس. البداية كما كنت نقول مع جيمينج نيوز و اي سبورتس نيوز مع نوتر كرونيكور خليل بن مذكر باش نحكيو على اخر مستجدات عالم الجيمينج ونواصلوا في ديبيت وان مع الذكاء الاصطناعي باش نحكيو على مشروع بيرو اللي يجمع ما بين قطاع الصحة الاي او تي والانتليجنس ارتيفيسيال باش نحاولوا زادا نطرقوا للابحاث وليزافونسي في الدومين هذا اللي قاعد يحدث في ثورة كبيرة اليوم في عالم الهيلث تيك. اكثر تفاصيل زي شويه مع ضيوفنا طلبه من الانسات كل من مهدي شاري اسامه جلاسي وبشير مزهود. ونواصلوا في ساعتنا الثانيه دي بي 2 واليوم باش نحكيوا على ستارت اب بقشيش بلاتفورم دو مونيتيزاسيون لصناع المحتوى وباش يكون حاضر معنا لو كوفونداتور مالك غربي ومعاه زاده امين خفيفي اي كي اي ليمينو كرياتور دو كونتوني باش يحكي لنا على تجربته في المنصه هذيا. ونختموا كالعاده بتشالنج واليوم باش نجربوا لعبه فول جايز. لكن قبل ما نتعديوا لهذا الكل نتمنى عيد ميلاد سعيد الامنا الام صديقنا سامحني كيم مدام مبروك شجرة. نتمنى لها عمر طويل كل عام وهي حيه بالف خير وان شاء الله ربي يفضل هيلك يا كيم. ان شاء الله كل عام وانتي حايه بالف خير مدام مبروك شجره. احنا كان هذا برنامجنا لليوم في البينك طايح على ام تي اش واي اف ام احلى راديو. سيسروحكم في الكياس معكم فورة حميده وميكرو امير في الاخراج وام في الاخراج الرقمي. نتعديو تو تسويت جيمنج نيوز. جيمنج نيوز جيمينج نيوز مع صديق البرنامج لو كرونيكور في البينك طايح خليل بن مذكر. اهلا وسهلا بك. السلام فورات صباح. شنو حوالك؟ الحمد لله انا لاباس خير منك. ما تصورش شنو حوالك خليل؟ ايش عندنا اليوم؟ والله عندنا شويه من كل شيء. شويه من كل شيء يلا اتحفني. باش نبدا اول حاجه بواحد من اكثر التورنوا المعروفين في العالم اللي هو الايفو. التورنو هذا باش يبدا لو 27 كات معناها اللي هو ديجا بدا معناها ويوفلك لو 29 كات. التورنو هذا اول مره صار عام 1996. الفونداتور نتاعو كان هو توم كانن. اول مره صار في سانيفيل كاليفورنيا وتلعبت في ستريت فايتر 2 معناها عام قديش قلت لي بدا؟ 96 اوكي وعمري عام باهي ياسر. قلت اللي كان عبد عنده بي سي فيل معناها باهي. التورنوا هذا باش يلم 7 جو اللي هما جراند بلو جلتي جير كينج اوف فايتر ستريت فايتر ثيرد سترايك. هي جو كبيره ياسر في العمر مازالوا يلعبوا فيها تو كومبيتيتيفلي. جو الوحيده ممكن اللي مازالوا يلعبوا فيها كومبيتيتيفلي معناها ستريت فايتر 3 ستريت فايتر 6 هذا تيكن 8 واندر نايت. كلهم ستريت فايتنج يعني؟ لا مش كلهم ستريت فايتر، زوز ستريت فايتر والباقي كلهم فايتنج جيمز. اي فايتنج جيمز ولا اي ديزولي اي ستريت فايتر مش قال فايتنج جيمز كاور. دونك لهنا عندنا سيت جول كلهم فايتنج جيمز. دونك ايفو ظهر لي اي دونك البرايس بولز نتاعهم اتحفني. دونك البرايس بول هي كيما نقولوا احنا المكافاه نتاع العبد اللي باش يربح. الاولاني باش ياخذ 20,000 دينار بفلوسنا، عملنا لكم الكونفرسيون معناها 20,000 دينار بفلوسنا. الثاني 8,000 دينار، الثالث 5,000 دينار، الرابع 3,000 دينار، والخامس والسادس 1,700 دينار. دونك البرايس بول كامله نتاع الناس الكل مع بعضهم في التورنو هذا باش تكون 14 مليون ين اللي هي بفلوسنا 278 مليون و
28 دينار يبينينا في الفوق. بالنسبه للجيمر بالنسبه للتيم هي مهمين باش يشاركوا فيها قرابه 6400 عبد في الجيمز كل معناها مكثريتهم ستريت فايتر. التورنوا هذا الحقيقه البرايس بول نتاعو مش هي هي خاطر مازال كيسار جيمرز اي تورنوا كبير في السعوديه برايس بول السعوديه سطرها بالكديه بعدها. البرايس بول نتاع التورنوا هذا كانت في كل جو 1 مليون دولار في كل جو 1 مليون دولار عام 3 مليار دويت و 3 مليار فلوسنا. دونك ايفو زيدنا شويه برج ياسر كان تسمع فينا كان يسمع فينا الاورجنيزاتور تاع ايفو سوني سوني واحده منهم اكبر واحدين فيهم زيدنا شويه في بريس بول سوني برج ولا شنو اللغه هاي الاخبار اللي بعده باه باش نحكيو ريزيدنت ايفل واحده من اكثر الجون معروفين نتاع الهورر والاكشن معناها شكون فيكم لعب ريزيدنت ايفل شباب يوم لعبت ياسم نعرف باه يا باه هذه بازي على مع ستوري نتاعها بازي على فيروس معناها انتشر في الكوكب خلى العباد تتحول لزومبي معناها و باش يعطينا البرسبكتيف نتاع العباد باش يحاولوا يفايتيو الحاجه هذه على برشا اجزاء. النيوز نتاعنا هو انه فما ليك على ريزيدنت ايفل 9. ريزيدنت ايفل 9 كانت سيبوزي تهبط في العام 2025 لكن باش يكون فما ديلي صغير ويا اما باش يبداو بالريميك نتاع ريزيدنت ايفل القديمه قبل يا اما معناها باش تدي ليا اكثر ريزيدنت ايفل 9. اوكي باه النيوز الاخرى هي حاجه مربوطه بالميتا دونك باش نحكيو على الهيدسيت نتاعها نتاع الفي ار. ميتا صرفت على الهيدسيت هذه في ديفلوبمون نتاعها 4.3 بليون دولار اوكي اللي هي بفلوسنا احنا تجي وشنو تصلح التكنولوجيا هذه معناها شنو زايده على الكاسك في ار اللي نعرفوها اي دونك كيف كيف بريسك معناها جوست معناها تكنولوجيا متطوره عليهم وفريم ريت اكثر ايمرسيف اكثر جوست معناتها كيما نقولوا احنا حاجه 60 اف بي اس مش كيما 140 اف بي اس. الاف بي اس هو قداش عندك من تصويره في الثانيه 60 اف بي اس 60 تصويره معناتها في الثانيه مش كيما 140 تحسها معناتها كاليتي سموث اكثر مع فلويد اكثر فلويد اكثر صحيح ما نلقاش الكلام بالفرنسي والعربي صعيب علي صعيبه برشا صعيب به رجعت من 4.3 بليون دولار هذوما 440 مليون برك معناتها هي توا خاسره 3.8 بليون دولار ريتور سور انفستيسمون مزيان مزيان. دونك الميتا مسكينه تعاني مارك خاي هز روحك شويه كان تسمع فينا مارك جيكوبيرك هز روحك شويه اخويا وكاو معناها واضح. يعطيك الصحة خليل بن مذكر كانت هذه آخر أخبار عالم الجيمينج والتكنولوجيا يقدمها لنا خليل كل نهار سبت لقية هذية. احنا بشي تواصل البرنامج معكم حتيك شي النص اللي لكن قبل نخرج فاصل إعلاني قصير وهنا راجعين انتم تسمعون في البينك تايع مع فرة حميدة على EFM و MTH Sports. انتم تسمعون تتفرجوا في البينك تايع على EFM أحلى راديو على MTH ميديا تالنت هاب. كما قلت يتواصل المشوار حتكشي النص الليل نتعدي وتوت سويت ديبيت وان ديبيت وان. اليوم باش نحكيو على مشروع بيرو اللي يجمع ما بين قطاع الصحة الايوتي والانتليجنس ارتيفيسيال. ممكن كلام صعيب شوية باش نفسروه سبيتا سبيتا هوني في البينك تايع. دونك باش نحاولوا زادة نطرقوا للابحاث وليزافونسي في الدومين هذا اللي قاعد يحدث في ثورة كبيرة في عالم الهيلث تيك. اكثر تفاصيل حاضرين معنا اليوم كل من مهدي شعري وسام جلاسي وبشير مزهود. بشير اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا عاشق مهدي عسلامة. شنو حوالكم؟ لاباس الحمد لله. ظهري حضرتوا معنا قبل. أنا والمرة أسامة حضر معنا قبل. أسامة حضر معنا قبل. أسامة جلاسي أهلا بيك. عسلامة فرات عسلامة الناس الكل. والله فرحان برشا أنا ديما البرنامج هذايا الحاجة اللي تخليني فرحان فيه هي الشبيبة العجيبة اللي تحضر وكل مرة نراو دي زوبورتينيتي جدد يقدموها لي جون هذوما نراو أفق جدد يفتحوها كوسوسوا للي جون اللي في جيلهم ولا اللي أصغر منهم. البداية ساعة خلينا نبداو نتعرفوا عليكم بالواحد بالواحد. نبدا بيك بشير. بشير مزود احمد بشير مزود ديون في الانسات كاتريم اني انفورماتيك اندستريال اوتوماتيك وكوفونداتور ستارت اب بيرو. هاي وسام عسلامه فرات وسام اجلاسي دوزيام اني انسيكل انجينيور في المعهد الوطني للعلوم التطبيقيه والتكنولوجيا الانسات
وان شاء الله نحكيه اكثر اليوم على الانترنت اوف ثينكس وكيفاش قاعده تبدل في الامور في كوسوسوا في الهيلث تيك ولا حتى في دومينات اخرين. واضح مهدي عسلامه. مهدي الشاري ايتوديون 4ام اني في الانسات نقل سوفتوير انجينيرينغ جيني لوجيسيال وجيت اليوم باش نحكيو على انتيليجنس ارتيفيسيال الاي او تي جوستومون اجا رابيدمون هكا في دقيقتين من زمان نحاولوا نفسروا للعباد اللي قاعده تسمع فينا شنو هي الذكاء الاصطناعي شنو هي الانترنت دي زوبجي اللي هي الاي او تي وكيفاش الكومبينيزون نتاعهم زوز نجم تكون ثوره كبيره اليوم في قطاع الصحه. الذكاء الاصطناعي هو نستعملوا معلومات نلموها من بلوزيور سورس من برشا سورس مصادر فوالا باش تحطوني في تحدي كبير دونك فوالا نلموا المعلومات من برشا مصادر نعملوا دي الغوريتم ديفلوبي سبيسيالمون بوغ سامحني باش نحكي فرونسي هو ليه شو لي تيرم تكنيك نحكيهم بالفرنسي ونحاولوا نفسروهم اوكي دونك نستعملوا دي الغوريتم باش نحاولوا نعملوا دي بريديكسيون على حاجات باش تصير في المستقبل هذايا في ابسط فوالا معناها الماكينه اونتر اوتر نعطيوها برشا معلومات في سياق معين مثلا في قطاع نعرفش انا نحكيو على الميتيو مثلا الميتيو نعطيوها برشا معلومات على الميتيو مش حاجه ياسر فيكس اما اكثر حاجه تنجم ديناريزي بها هي اي بصدر. استعمال للالغوريتم خوارزميات باش تعمل سيمولاسيون تاع انتيليجنس هيومن يعني تسيمي لي تاش اللي نجم يعملهم الانسان معنا لكن بدقه اكثر ممكن بدقه اكثر كما حكي الشاري بسرعه اكثر زيادة جست كان زيد على حكاية أهل الولاد فينالمون كان نحاول نفرق ولي شنو هو بشيكون دولا ستاتيستيك ابليكي اش معناته عندي اون باز دو دوني كبيره نتاع احداث صاروا قبل انا جو في اناليزي شنو هي الحاجه اللي تجمع الحكايات هذوما نتاع عباره باش نعمل ان ليان ما بين في النهار هذاك المطر صبت اي موجود غيوم اي موجود ريح اي ما فماش هوميديتي ايتترا ايتترا جو دي نامبورت كوا اما لي اي فوندامونتالمون مبني على الحاجه هذيك عنده برشا انبوتات et il essaie de faire le lien. Badika yousel le résultat معناتها كي نفركوه finalement c'est de la probabilité. Badika قداش انت باش تدخله من انبوت قداش الانبوت نتاعك باش تتريتيه بفاصون صحيحه هذاك سا روفيان للديفلوبور وللانجينيور باش يخرج اي اي كاسح. واضح وكي نحكيو اي او تي انترنت دي زوبجي انترنت اوف ثينكس اون فيت كي باش نحكيو انترنت اوف ثينكس نخير نمشيو اكثر للهيستوريك احنا في تاريخنا لو بيزوان تاع اننا نحكي ونوصلوا معلومه موجود من الاول دونك او من اول حاجات اللي خلقناهم هو التليفون والتليفون فيكس اي سيتي ان جادجيت مهمته الوحيده انه يحكي معناته انا عندي معلومه ونحب نوصلها لشكون وفما جادجيت باش يوصل لي باش نستعمل باش يوصل لي المعلومه هذيك الانترنت اوف ثينكس شنو جات عملت ولا ما عادش فما جادجيت واحد مهمته انه يحكي ولو تولي جادجيت مهمتهم أبار إنهم يخدموا الخدمة الفوندامنتال متاعهم إنهم يلموا دوني ويبعثوها معناته خمسة سنين أخرين ولا عشر سنين أخرين فريجيديرنا وتلفزتنا ومونجيلتنا اللي ديجا بدأت تحكي معناته حكيات موجودين في حياتنا ديجا بتيتر الكاسك متاعك قاعدة تلم في دي دوني متاعك وتحكي فيهم معناته ولا كل شيء أبار إنه يخدم خدمته عنده لوترو تاش دو ترانسفيري لانفورماسيون هذاك واضح هذاك كي نحاولوا نلخصوا اون غرو لايوتي واضح واضح يظهر لي هكا صوره وضحت اكثر عندي وعند العبيد اللي قاعده تسمع فينا ندخلوا في صلب الموضوع اليوم حضرتوا معنا اليوم باش نحكيوا على لو بروجي بيرو شنو تنجموا تحكيوا لنا على المشروع هذا بالضبط. بالنسبة للبيرو هو استخداب تقدم سوليسيون كومبليت للإديكاتور سبيسيال باش يعاونوا الصغار اللي عندهم مشاكل في الكوميونيكاسيون. باهي نقولوا مشاكل في الكوميونيكاسيون اش معناها مشاكل في الكوميونيكاسيون؟ معناها عندهم مشاكل في البرونونسيسيون ديسليكسيك عندهم فما سبيكتر كامل نتاع ديكا نجمو يكونوا معناها مشاكل في الكوميونيكاسيون جينيرال معناها دونك نعطيو نوفروا للإديكاتور سبيسياليزي نوفروا له داشبورد ينجم يقوي فيها في البرودكتيفيتي نتاعو
ويكونكتي بها على البقيت سيستم اللي هي كما نقول كما نشوف الروبو هذا اللي باش يكون متوفر. فوالا دونك هذه العبيد اللي تسمع فينا سيغ انتيت نجم تلحقوا بينا لايف ستريمينغ على الباج نتاعنا باش تشوفوا لو بروتوتيب هذايا نتاع بيروبوت. هذا بيروبوت بروجي كل سوليسيون كل اسمها بيرو فيها داشبورد فيها ابليكاسيون هذا البيروبوت اللي باش يكون متوفر للصغار اللي فوالا دونك الروبو هذا باش يكون ديستيني للصغيرات اللي عندهم مشاكل في النطق كو سواء نحكيو نطق مجموعه من الحروف ولا يكون ديسلكسيك ولا عنده اسبيكتر في الاوتيزم في التوحد والروبو هذا باش يكون نفسه للناس الكل ولا باش تنجم تصير اون بيرسوناليزاسيون سولون المشكل نتاع الصغير اللي موجود. الروبو باش يكون بيرسوناليزي حسب الكام تاع صغير خاطر كل صغير والكام تاعو دونك ليدوكاتور اللي لاه حسب الصغير مش حسب المرض معناها لهنا شفت سبيسيفيك اكثر الروبو سبيسيفيك عندك ليدوكاتور نتاعو هو اللي باش يحضر الكونتينيو لي تاش والحاجات اللي باش يقدمهم للروبو والروبو باش يكومونيكي مع الصغير بطريقه معناها بيرسوناليزي باش تكون معناها جينيري بار لي اي للكام تاع صغير بالضبط معناها يحكي معاه عباره كونفرساسيون معناها فوالا ايجابي باش نفسروا اكثر ممكن احكي لنا القصه كيفاش تصير ملي بار اكزومبل البارون شري الروبو هذايا للصغير نتاعو كيفاش يصير الديمارش معناها شنو اول حاجه نعملوها وشنو الريزلت اللي نوصلوا له باه من الاول الصغير كي يخول الروبو هذا باش يكون ديجا مع ان اورتوفونيست اورتوفونيست هيك يعرف الكام تاع صغير ومحضر له ديجا كونتينيو من الداشبورد نتاعنا ديتاش معينين فهمتني ومن بعد ياخذ الصغير هذه يحطها مع اللعب نتاعو في بيته فهمتني في الانفيرونمون نتاعو ويقعد يلعب معها هي سور تاع جيميفيكاسيون للبروسيس نتاع العلاج والا اوكي التقويم نتاع النطق معناها الاورتوفونيست يعرف شنو هو الخاصيه المميزه للصغير هذا شنو اللاكون اللي عنده صحيح. يعلمها ولا يلقنها للروبو هذا خاص اترافير داشبورد ويقول له اصل شنو المشاكل اللي عنده في اما مثال عنده مشكل في فونيم كذا فهمتني في يولي نطق حرف معين نطق حرف معين يولي الروبو كي يسمع الصغير عمل معناها نطق الحرف هذاك بالغلط يولي يرجع يقول له عاود فما ان انتيليجونس ارتيفيسيال هي اللي ديتكتي لي بروبليم في البرونونسياسيون وترجع للصغير تقول له راك غلط في كذا عاودو معناها كومونيكي بالبي مع الصغير وتخليه يعمل لي تاش اللي حطهم له الاورتوفونيست خاطر الاورتوفونيست يصلح روحه معناها يصلح روحه الاورتوفونيست ديجا يعطي لي تاش للبارون اما البارون هو اللي يقعد بالورقه وستيلو ويقول للصغير دونك احنا حبينا نعملوا سورت تاع كامفيكاسيون ونقصوا في سكرين تايم زاد عملنا عنا زاد السوليسيون في الابليكاسيون اما زاد عملنا للصغار الروبو معناها في اي اي ولا اي او تي وفاز الكل فوالا باش يكومونيكي معاه ويعمل له جيميفيكاسيون وينقص في سكرين تايم وما يبقاش مربوط بالتليفون ويكون حاجه موجوده في انتراكتيف ديجا انتراكتيف الروبو كي يحكي صغير معاه الروبو فما وفما ديزاكسيون ميكانيك لهنا اللي يدين يتحركوا اللي يدين يتحركوا فما العينين زاد فما لي بوتون زاد معناها هذا البروتوتيب الاول ان شاء الله باش نهبطوا على قريب دي بروتوتيب جدد وحاجه جدد ان شاء الله باش يكون ارخص من هذا برشا واصغر وان شاء الله الجمعه الجايه عندنا باش يكونوا حاضرين في الكونغري ناسيونال دي زورتوفونيست تونيزيان او الكونغري يتعمل اورغانيزي بار لاسوسياسيون تونيزيان دي زورتوفونيست باش يكونوا حاضرين باش نبريزونتيو دي زورتوفونيست توانسه ان شاء الله البروجي وباش يشوفوه غادي معناها نستدعى لي زورتوفونيست الكل كان يحبوا يشوفوا البروجي يكونوا حاضرين في الكونغري ان شاء الله وينجموا زعما يحضروا دي بارون اللي عندهم صغيرات عندهم مشاكل لي بارون تون نجيوهم زاد اوكي هي اليسر باهي دونك بيروبوت هكا اسمه فوالا لو بروجي لا ستارت اب بيرو خرجت لو برودوي بيروبوت بكري انت حكيت بشير على لي تكنولوجي اللي تم استعمالهم في البروجي هذا اللي هو الاي او تي والذكاء الاصطناعي كانت نجمو تعطيونا فكره اوضح على الحضور نتاع التكنولوجيات هذيا في البروجي بيروبوت هي ان فيت الانتيليجونس ارتيفيسيال والاي او تي في وقتنا ياسر تري لي خاطر كيما قلنا الساعه الانتيليجونس ارتيفيسيال سو باز بالبيهي على الداتا على المعلومات والمعلومات هذيك جينيرالمون منين باش تجي من لي زاباري اللي احنا موجودين عندنا معناها كلكو سوا التليفون كلكو سوا الكاميرات كلكو سوا معناتها لي زاباري لي كابتور ايتترا جينيرالمون سي سا لو ديفي نتاع وقتنا هذا هو
لو ديفي لي لا يوتي تسولفي تحلو هو كيفاش باش نجمو نلمو هالكونتيتي ماسيف نتاع دوني نعديوها على لي ريزو ايتترا دونك فوالا معناها نخدموا على دي تكنولوجي امباركي وفما معناتها توت ان سيستيم اللي يبدا من الفوق من الكلاود حتى كشي يوصل للاباري فينال معناها نتاع لوتيليزاتور. اوكي واليوم شنو مثلا لي زافونتاج كونكري نتاع نتاع بيرو بالنسبه للي باسيون اللي عندهم مشاكل في النطق؟ ايه هو ان فيت باش نجاوبوا على السؤال هذا ديما نحب نرجع على احنا وين كنا وتوا بالستيب اب هذايا وين ولينا. به طول عمرنا ستادير ملي بدات التكنولوجيا تظهر ملي بداو لي جادجيت الكترونيك يظهروا طول عمرنا كان عندنا اكسي للمعلومه اما الاكسي للمعلومه هيك كان هيك جوست اكسي معناتها كان عندي ماكينه في بلاصه معينه كيصير فويت معينه ولا جاب معينه الحاجه ما تمشيش بالباهي هي ما تنجم كانت ريبورتيلي. لو بروجي بيرو كيما برشا بروجيات اخرين ماشيين في حاجه بلوز افونسي اللي نسميوها لو ايدج كومبيوتينغ. اش معناته الايدج كومبيوتينغ اللي هو لا بريز دو ديسيزيون سور لو شان معناته طول عمرنا كانت عندي معلومه في بلاصه معينه نجم نمشي ناخذها كسوا معناتها طفل ماشي ينطق بالصحيح كيما تنجم تكون راهو ماكينه في معمل مش تخدم بالبيه لو برينسيپ لو ميم كانت عندي دي كابتور وكل اللي نجم نفيق بها الماكينه مي اقصى حاجه نجم نعملها اني نريبورتي لا بيرسون ريسبونسابل توا باللو فيت واني نجم وليت نجم نديبلوي لو تيرم اي لو ديبلويمون هولولو نديبلوي لانتيليجونس ارتيفيسيل على دي جادجيت ودي روبو صغار كيف ما بيرو ولا ابار انه يديتكتي انه فما مشكل انه ينجم يلباس الاكسيون ويصلح المشكل هيك دونك لو بروجي بيرو برمي برشا بروجيات اخرين في العالم الكل قاعدين يادابتيو في الايدج اي اي وفي الايدج كومبيوتينغ اللي هي تفوض لي برشا مشاكل اي سا ريدوي لو طون معناتها جوستومون اسامه اليوم معناهم لي زافونتاج نتاع استعمال الذكاء الاصطناعي استعمال الانترنت دي زوبجي خاصه في ميدان الصحه اللي هو اليوم موضوعنا اليوم. نعطيك مثال عندي باسيون حالته حرجه شويه وموجود في السيرفيس ريا ولا اللي هو في الانعاش لطف علينا الناس الكل. الباسيون هذاك طول عمرنا كان عندنا ماكينات يمونيتوريو الحاله البدنيه نتاعو كوسوا الهارت ريت دقات القلب التنسيون ضغط الدم بالضبط. مي اقصى حاجه كان يعملها انه جوست يسجل الفازه هذيك ما ينجمش يفهم انه فما لو كان يصير اشكال ما ينجمش يفهم معناتها لاسبي نتاع جوست يحسب دقات القلب يحسب لا تمبيراتور ايتترا ايتترا لازم انترفونسيون ديما لا بريزونس اومين بالضبط ما يعطيك صح لا بريزونس اومين كانت لازم تكون موجوده. بالجاب جديده وليت الماكينه بيدها ابار انها تحسب دقات القلب الفيلو ليان ما بين كي انا طلعت لي تمبيراتور ولا هبطت لي لا بريسيون نتاع ما نعرفش مانيش فاهم برشا الفازي ضغط الدم نقول ما نسيتش ضغط الدم ولا اللي هو وليت الفيلو ليان وتفيق راهي فما مشكله دون 5 مينوت ولا دون 10 مينوت اي نجمو مثلا حتى من قبل ما تصير المشكله الماكينه بيدها تريبورتي لي دونك كان فما حاجه مهمه زادتها لايوتي وزادها سورتو ديبلويمون نتاع الاي اي في لي جادجيت هو هذا هو لا بريفونسيون دي كاتاستروف. سؤالي الحقيقه هو هذا الكل بالنسبه لي انا حاجه مثاليه لكن اليوم سؤال يطرح نفسه كيفاش اون بو ديبلوي كيفاش نجمو ننشروا هالذكاء الاصطناعي والايوتي باش ندخلوه في السيستم نتاعنا اليوم في تونس مثلا في سبيطاراتنا. هو ان فيت الترانزيسيون معناتها ديجيتاليزاسيون نتاع برشا حاجات تصير بروغريسيفمون. احنا بديت الثوره التكنولوجيه معناتها بعد ما كنا نستحقوا ممكن انفيرمي على كل مريض ولا على كل ساله نجموا اترافير سي زوتي ما زلنا ما نحكيوش على انتيليجنس وكل شيء ان مونيتوريو برشا عباد في وقت قصير اللي باش يزيدهون انت معناتها التطور هذا الذكاء الاصطناعي وهذايا والانترنت نتاع الاشياء الايوتي باش يحطونا كيف نزيدوا نقصوا الديبوندونس على الريسورس هيومن ويوليو يمشيو يركزوا في الحاجات معناتها مهمه اكثر. الديبلويمون معناتها باش نتاع حاجات كيما هكا يستحق انفستيسمون ويستحق زاد انه انفستيسمون فيش انفستيسمون فينانسي في
في الماكينات انفستيسمون في الـ في لي جون في لي ستارت اب كيفاش بالضبط هو اون فيت نتصور انا حسب رايي احسن انفستيسمون تنجم تعملو اي بلاد هو في ولا اي انسان هو في لي جون نتاعها على خاطر كل بلاد وكل معناتها كل سبيطار عنده لي بيزوان نتاعو ما جينيرالمون بحاجه جينيراليزي ماهيش باش تكون باهي فوالا دونك هيك لازم ننفستيو في لي جون نتاع توينسا باش نجمو نديفلوبيو حاجه في المستقبل نتاعنا فوالا باش نكونوا ما عندناش ديبوندونس على 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 العالم الخارجي وفي نفس الوقت نستفادوا منه نكونوا قوه منتجه اكثر من ان نكونوا كونسوماتور معناها effectivement وعندنا فرصه معناها توا اللي الاندستري نتاع الانتيليجنس ارتيفيسيال اللي هي قاعده في ثوره في العالم مازال جديده دونك عندنا فرصه كبيره كلنا سواسيه في الحاجه هذه راه في العالم الكل كلنا سواسيه فما مش سواسيه برشا ما في لي برودوي نتاع الانتيليجنس ارتيفيسيال ديفلوبمون تاع الانتيليجنس ارتيفيسيال عنده لي شيرشور نتاعو وفما عركه بين الصين وامريكا والكبار اجا نحكي افكار من الاول اللي جا نحكي افكار فلوس جي دونك احنا عندنا فرصه في لي برودوي اللي توري مثال المثال تشات جي بي تي توك هبط من حل الباب لبرشا دي برودوي فوالا دونك احنا تو كنشدوا لي تكنولوجي جدد من كي تعمل مثال المحرك البخاري في الثوره الصناعيه ومن بعد خرجوا برشا دي برودوي خرج النقل التطور معناها ملي كان في الفتره ولا في الكراها بونترو فما في كل شيء ولا فهمني دونك عمل ثوره في لي زاندستري برشا دي زاندستري ومس لي زاندستري كل كيف الانتيليجنس ارتيفيسيال وتو نحكيو على جينيريتيف اي اي اللي جينيري معناها اللي هي اللي تنجم مش كان تعمل بريديكسيون تنجم جينيري لك كونتوني معناها دونك فرصه اليوم في بلادنا اننا نستغلوا التكنولوجيا هذه وتكون هي الباز نتاعنا باش نوليو منجين ننجو دي برودوي كرياسيون دو فالور فوالا صحيح فوالا هذيك هي الكلمه كرياسيون دو فالور مهدي باش نرجع لكلامك بكري قلت الذكاء الاصطناعي هذا في السبيطار مثلا ينجم يعاون برشا الطب الفريم لزيت سوانيان الناس الكل هل ينجم اليوم باش ناخذ رايكم ثلاثه هل ينجم اليوم الذكاء الاصطناعي في سيكتور كيما الصحه يعوض الانسان هو اون فيت الذكاء الاصطناعي ماهوش باش يعوض الانسان الذكاء الاصطناعي باش يعاون الانسان ينقص عليه الشر في دي تاش معينين باش تقعد ديما الكلمه الاخرى في لي سوجي كريتيك باش تقعد ديما الكلمه الاخرى عند الطبيب عند الاخصائي كلك سوا في الهيلث تيك معناها ولا في اي مجال وكهذوما الحاجات التطور هذايا كيما اي تطور يصير تبدا الحكايه في القوانين معناتها باش نحميو الاشخاص ومعطياتها باش نحميو الاشخاص وصحتها معناتها ما لازمش معناتها قانونيا لازم تكون فما كيما لازم تكون فما قوانين تضبط شنية حق المريض معناها كيف في البريز دو ديسيزيون اللي باش تصير له كلك سو معناتها تحميه من انه البريز دو ديسيزيون تاخذها ماكينه 100% كيما في لي لابو داناليز ميديكال باغ اكزومبل تاو هذايا ما نحكيوش انتيليجنس ارتيفيسيال في لي لابوراتوار داناليز ميديكال القانون يفرض انه لو معناتها بيولوجيست والا لو ميدسان بيولوجيست لازم يعطي الفيريفيكاسيون نتاعو الاخيره هذاك هو كيفاش باش تكون معناها حتى في الانتيليجنس ارتيفيسيال لازم ديما يكون المريض محمي من انه عباد تتغاضى على الحاجات اللي تكون قوه اقتراح معناها مش انها تكون عندها الكلمه الاخيره ديما دونك تعطي بروبوزيسيون بريديكسيون ماهيش فيناليتي اوتي فوالا تبقى اوتي اسامه اسمع رايك اللي خوفني في موضوع الاي اي مش لو فيت وانه باش يعوض الانسان خاطر طول عمرهم الخدم يتبدلوا معناته الخدم اللي في المئة سنه هذه مش هما الخدم اللي في المئة سنه اللي فاتوا معناتها هذيك حاجه شخصيا نعتبرها طبيعيه وتسلسل طبيعي في اللحظه هذه في التاريخ الفرق في الفيتيس تاع الشونجمون الفيتيس كبير لدرجه ان منجمين نستوعبوه معناتها مش بصير الشونجمون بصفه كبيره مش بالضروره بحاسيلو الحاجه اللي حبيت نوصل لها انه نتفكر عامل تالي فما 100 شيرشور امريكي منهم انكس فونداتور والا انكس سي تي او نتاع اوبن اي اي اوبن اي اي هي اللي عملت لو فامو شات جي بي تي صحوا ورقه للكونغرس الامريكي باش نحبسوا لو ديفلوبمون نتاع الاي اي ولي الجوريثم دو الاي اي لمده نتاع 3 4 سنين لو طون هما جماعه القانون يل سو راتراب برابور شنو احنا شنو هو اللي نجم معناها يعني. الذكاء الاصطناعي قاعد يهرب بصفه كبيره على الانسان فوالا
الانسان لازم يخلط على الذكاء الاصطناعي باش يفهم ويقنوا بالضبط بالضبط مش باش يفهم خاطر ابريتوره وكله باش يفهم بلوتو لي مش باش يفهم كيفاش كيفاش يخدم باش يفهم وين ماشي وين ينجم يمشي زيته مشكله الاي اي وانه سنتراليزي معناته تشتلق خمسة عبيد مثلا احنا خمسة عبيد كل واحد فينا يفهم في حاجة مادي جاني لوجيسيال كل واحد يفهم في حاجة مشكلة الاي اي انه ما يفهمش برشا في كل شيء اما يفهم متوسط في كل شيء تل فاسون سا فورس دو ديفلوبي اي اكسبونونسييل معناته الحاجه اللي تخوف هو انه ما نجم كان يكبر ما نجم كان حاجه يخافوا منها الاي جي اي ارتفيشال جنرال انتليجنس معناها ان موديل ولا ان سيستيم اللي يفهم في كل شيء وكونكتي على كل شيء و يكون قوي اقوى ينجم يوصل اقوى من الانسان هذيك الحاجه اللي تخوف المره اللي فاتت ديجا غير حكيت عليها المره اللي فاتت صحيح كيما في الافلام كيما تامين اما عمره ما الافلام تتحقق معناها ان شاء الله الاحلام تتحقق نختموا رابيدمون كل واحد اليوم شنو ما لي توندونس اللي الواعده اليوم في الذكاء الاصطناعي ولا اي تي في قطاع الصحه شنو هي الابحاث الجديده شنو هي لي تكنولوجي جديده اللي متواجده اليوم في 2024 بيرسونيلمون قاعد نرى في برشا بروجيات يخدموا في دي جادجيت بون يفرقوا شويه على بيرو دي ويربلز يسميهم حاجات يتلبسوا معناته حاجات يتلبسوا هذوما كل حاجه قاعده تاكلي في مشكله معينه صحيه عند العبيد فمثلا الاولاد يخدموا في خدمه طياره اي بي سيف جاوا بحذاك معناته قاعدين فما برشا ستارت ابات يشدوا في هكا مرض معين اللي يسيد باش يعملوا انجاجيت اللي هو الفي لا ديتكسيون بريفونتيف نتاع كوسوسوا نوبات الصراع نتاع كوسوسوا الربو اتسيتيرا اتسيتيرا دونك هذوما حاجات بيرسونيلمون شيخ عليهم برشا على خاطر يفوضوا في مشاكل معناته ونتمنى نراو برشا دي سوليسيون كيف من هكاك مهدي ان فيت الحاجه الباهيه في الدومين نتاع الهيلث تيك بالذات هي انه من بدايتها الصحه انه هي ديموكراتيزي نحكيوا المعلومات موجوده متوفره مقننه بالباهي حمايه المعطيات الشخصيه وكل شيء دونك البوسيبيليتيات بريسك ما توفاش في الدومين نتاع الهيلث تيك سورتو تو بالتطور نتاع الذكاء الاصطناعي والاي او تي وقاعدين نشوفوا في بلوزيور ابليكاسيون نحكيوا على فما نحكيوا بريفونسيون نحكيوا بريديكسيون نحكيوا كيما قال اسامه معناها على سورتو ديتيكسيون تاع برشا امراض اللي الانسان بعينيه ما ينجمش يشوفهم السرطان من اكثر لي دومين اللي تو قاعد يقدم الديتيكسيون تاعو معناتها ممكن صارت اكسيليراسيون تاع 10 سنين ولا 20 سنه في وقت قصير جدا معناها حكينا لهنا في البرنامج حكينا على الذكاء الاصطناعي اللي ينجم ابارتير من راديو مثلا نتاع صدر نتاع الرويري ينجم يديتكتي كونسير قبل باربع سنين ملي يولي ان كونسير ديكلاريشن معناها يديتكتي حاجه ماهيش عاديه في وسط اللي ما تراهيش بالعين المجرده اللي ما ينجمش يراها الطبيب دونك هذيك الاي يكون اسيستون عند الطبيب يحط له دور يقول له ثبت في هذه فهمتني مثال دونك هذيك كيما نقولوا من لي زابليكاسيون تاع الاي المهمين في الهيلث كير واللي تو معناها في وقتنا الحالي قاعدين اللي نحكيوا فيه هذه ثوره كبيره في قطاع الصحه فما برشا امراض العبيد قاعده تموت بها خاطر بوتيتر تصير لهم حاجه ما يفيقوش بها من تي بكري قلت ينجم كي يبدا عنده براسلي كونيكتي مثلا يحس دقه قلبه طلعت يحس التونسيون بدات تتبدل ينجم يعلم كو سوا سيدي اللي نوبه الصراع تبعث ديريكت نوتيفيكاسيون يقول لك راه يبعث الشخص معين مثلا لي بارون ولا لو كونجوان الراجل ولا مرته ولاد صغار ولا رجال كبار معناها ما ينجموش معناها باش تعاونهم وتعاون العباد اللي يحبوهم باش يكونوا ديما يتفقدوهم ديما كسوب تليفوناتهم ادرافي لي جاتشيت هذوما والويربلز اللي حكي عليهم وسام خلي لكم كلمه الختام بشير والله ان شاء الله اللي حكينا البروجي الحقيقه بروميتر انا نتمنى لكم النجاح ان شاء الله سورتو قلتوا لنا الجمعه الجايه ان شاء الله يحضر ان بروتوتيب اوضح من هكا واقرب للي تحبوا توصلوا له دونك باش نكونوا حاضرين ان شاء الله كما قلت لكم بكري في الكونغري ناسيونال دي زورتوفونيست باش نوريو البرودوي نتاعنا لي زورتوفونيست وباش نحكيو معاهم من قريب وباش نحلوا ان فورمولير دو بري انسكريبسيون لي زورتوفونيست اللي يحبوا يستعملوا البرودوي نتاعنا ويكونوا
يكونوا من اول المستعملين للبرودوي نتاعنا. وان شاء الله تنرجعوا لك بجديد ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. سكيلابيليتي نسالنا سكيلابيليتي. كلمه الختام وسام بيعطيكم الصح. ان شاء الله ما طولناش، ان شاء الله حكيناه في صلب الموضوع. نيكست ستيب بالنسبه لينا في الانسات سي لو كونغري ناسيونال دو لا روبوتيك ان طونك اورغانيزاتور. نتمنوا الناس الكل اللي طعنا بالانترنت اوف ثينكس وبالاي اي وبال روبوتيك يكونوا موجودين ويبارطاجيو معانا كيما بشير اللي ما بارطاجا معانا البروجي نتاعو اللي بروميتور على الاخر. وجو فو فيليسيت على الخدمه الطياره وكهو تصبحوا على خير نسكل. والله ميرسي بوكو كيما قال وسام على الانفيتاسيون. الحق في الانسات معناتها ان طونك ايتوديون ان قاعدين نشوفوا في برشا اجيليتي من طرف البروغرام اوفيسيال معناتها بور ادابتي ليفولوسيون. هنا حكينا لك معناتها راهو في عام تتبدل الامور 180 درجه. دونك ان شاء الله تقعد هذيك الاجيليتي معناتها لي بروغرام اوفيسيال هذوكم ريفليكسيون لتونس بعد 5-6 سنين. خاطر كيما نقولوا احنا كطلبه وزملائنا قاعدين نقراو وبعد 3-4 ans باش تلقاهم كلهم دي انجينيور كلك سوا حالين لي زونتربريز نتاعهم كلك سوا قاعدين يخدموا في لي زونتربريز الموجوده ديجا بور فوالا بور ديفلوبي سو بيي. وان شاء الله نشوفوه في بلاصه مخير. مهدي تقصد وسام. وسام طبعا جست نكمل على كلام مهدي اللي هو في صلب الموضوع. بهو جنرال ما باش نعملوا اون ابليكاسيون كيف ما التليفون ولا البيسي ولا اي حاجه فما دو زيتا. فما لا كرياسيون دو لا تكنولوجي فما لامبليمونتاسيون دو لا تكنولوجي في الابليكاسيون. طول عمرنا دي امبليمونتور دو تكنولوجي. ان شاء الله العشر سنين الجايين نوليو دي كرياتور دو تكنولوجي. واضح الحقيقه ما نجمش نختم الساعه بكلام خير من هكا. لا كرياسيون دو فالور. وانا نمن ياسر لليوم لي جون نتاع تونس وحتى لي مون جون في تونس عندهم قدره كبيره انهم يخلقوا الثروه هذيا والثوره هذيا زاده في ميادين عده في بلادنا. يعطيكم الصحه الوليد ان شاء الله نراكم متالقين. احنا يتواصل المشوار حتى يكشي للنص الليل في ساعتنا الثانيه في ديبيتو. اليوم باش نحكيو على ستارت اب بخشيش بلاتفورم دو مونيتيزاسيون اللي صناع المحتوى وباش يكون حاضر معنا لو كوفونداتور مالك غربي ومعاه امين خفيفي اي كي اي ليمينو كرياتور دو كونتينو باش يحكي لنا على التجربه نتاعو. وعنا زاده باش نلعبوا لعبه كيما عودناكم في الساعه الثانيه. دونك اقعدوا معنا ما تبعدوش. انتم تسمعون في البينك تايع مع فرقة حميدة على اي اف ام و ام تي اش سبورت.